السلام عليكم طالبات الصف الرابع العلمي في مدرسة عشتار الأهلية للبنات، معكم مدرسة مادة الفيزياء. إن شاء الله اليوم محاضرتنا عن الخصائص الميكانيكية للمادة الصلبة. عرفنا بالدرس السابق على معامل يونغ، معامل المرونة، عرفنا القانون مالته وحلينا بعض المسائل اللي تخصه، وكذلك أسئلة من أسئلة الفصل على معامل يونغ. اليوم إن شاء الله درسنا هو بعض الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة. إحنا نعرف أن المادة الصلبة تتميز بشكل ثابت وحجم ثابت، لكن هناك بعض الخصائص اللي تتميز بها المادة اللي تخليها تتغير من هذا الصفات اللي هي الشكل الثابت والحجم الثابت. هناك بعض الخصائص اللي تخليها تخرج عن هذا الثبوت في الشكل والحجم. من خلال دراستنا لهاي الخصائص قدرنا نصنع هياكل الطائرات ووسائط النقل من خلال معرفتنا لهاي الخصائص، لأن كل مادة تمتلك خصائص معينة تعكس قابليتها على تعاملها مع القوة المسلطة عليها. يعني من نسلط قوة على مادة راح تتعامل وياها حسب خاصية هذه المادة. من هاي الخصائص هي أولا الليونة. ما هي الليونة؟ تجي على شكل تعريف. عرفي الليونة. الليونة هي خاصية المادة التي تمتاز بقابليتها على المطر والكبس واللي وكذلك السحب والطرق مثل النحاس. هاي كتعريف. نجي نعرف شنو يعني خاصية المادة التي تمتاز بقابليتها على المطر. تتميز انه هي لها قابلية على المطر، مثل الشكل الاول اللي موضح عندنا. قوتان عموديتان باتجاه الخارج تسببان زيادة في الطول، والسحب المطر والكبس. الكبس قوتان عموديتان باتجاه الداخل تسبب نقصان في الطول، الكبس هذا، واللي تكونان قوتان متعاكستان يعني تلوي المادة يعني. وكذلك السحب والطرق مثل النحاس، وتنسحب وتنطرق مثل عندنا هاي النماذج على المادة المصنوعة من النحاس، تكون لها خاصية الليونة. الصفة الثانية من صفات المادة الصلبة هي صفة الهشاشة. شرحت لكم ووضحت لكم سابقا من نسلط قوة على مادة ويحدث تغير بشكلها أو حجمها، نقول إنه المادة تمتلك إجهاد، مثل المواد اللي موجودة بالصفة الأولى بصفات المادة الصلبة الليونة. من قلنا يعني انه هي مادة قابلة للمطر والكبس واللي والطرق والسحب. المادة الهشة اللي تمتلك صفة الهشاشة ما تقدر توصل الى حالة التشوه الدائمي اللي توصل لها المادة اللي تمتلك صفة الليونة. من نزيد القوة اكثر من اللازم وتعبر حد المرونة، المادة اللينة راح تصير بيها تشوه دائمي، بحيث حتى من نشيل القوة الخارجية راح تبقى متشوهة. لكن المادة اللي تمتلك صفة الهشاشة ما راح توصل للتشوه الدائمي، مجرد ما تزيد القوة الإجهاد يصير مفاجئ، تنكسر وتتخرب. فالهشاشة هي صفة المادة التي تظهر عجزها عن تحمل الإجهاد المفاجئ فتنكسر ولا تصل إلى حالة التشوه الدائمي. هذا تعريف الهشاشة كصفة. تعريف المادة الهشة. المادة الهشة هي المادة التي تنكسر مباشرة بعد اجتيازها حد المرونة. ليش؟ لأن هي تمتلك صفة الهشاشة اللي تكون عاجزة عن تحمل الإجهاد المفاجئ. فشن نقول؟ نقول هي المادة التي تنكسر مباشرة بعد اجتيازها حد المرونة. عندنا الأمثلة على المادة الهشة الزجاج. هنا الصورة توضح إنه شلون الزجاج يتكسر، والحديد الصلب. بنات عمود ما تدوحون من تسمعون كلمة الحديد الصلب. هذا اللي دائما مثل هاي الصورة اللي موجودة عندكم، يوجد بالأعواد اللي تثبت بها البناء، بالأعمال البناء اللي يتواجد
يعني بداخل محركات مال السيارة. هذا الحديد يحتوي على نسبة من الكربون، يحتوي على نسبة من الكربون وعناصر أخرى مثل السيليكون، المنغنيز، والكروم وغيرها من العناصر، لكن هو يحتوي على عناصر أساسية الحديد والكربون. تقريبا تتراوح النسبة من 0.50% إلى 1.5% نسبة الكربون بالحديد الصلب. وبأنواع اللي يكون بطري مطاوع اللي هو يمتلك صفة الهشاشة تكون بنسبة الكربون قليلة، تقريبا 5 أو 0.25%، والحديد الصلب المتوسط اللي نسبة الكربون تكون بمتوسطة تقريبا 0.5%، والحديد عالي الكربون اللي 1.5% تقريبا اللي يستخدموه بالهندسة، والحديد الصلب المتوسط المعالج بالتسخين والتسقية. هاي أنواع الحديد الصلب. فالحديد الصلب هو نوع من أنواع الحديد يحتوي على كربون وعناصر أخرى إضافية، لكن كعناصر أساسية هي الحديد والكربون، وتكون بنسبة الكربون قليلة يتحكمون بها أثناء الصناعة. والمادة الثالثة هي الكونكريت اللي احنا شايفيها بالصبة بالصبات أثناء البناء. هاي الأمثلة الثلاثة على المادة الهشة، هاي المواد ما توصل للتشوه الدائمي، تنكسر مباشرة، تتشوه شكلها مجرد ما يسلطون عليها إجهاد مفاجئ. ثالث صفة هي صفة القساوة. يعني شنو القساوة؟ المادة اللي تمتلك قساوة عالية ما نقدر نشوه شكلها وحجمها بسهولة من نسلط عليها قوة خارجية. المادة اللي تمتلك قساوة قليلة نقدر نشوه شكلها وحجمها بسهولة. من أجل أريد أعرف القساوة، أقول خاصية المادة لمقاومة التشوه الذي يحصل في شكلها وحجمها بتأثير القوة الخارجية فيها. هسه قلت لكم يا آني بشكل بسيط إنه المادة القاسية ما نقدر نشوه شكلها وحجمها بسهولة، والمادة اللي قساوتها قليلة نقدر نشوهها بسهولة. فهي خاصية المادة لمقاومة التشوه الذي يحصل في شكلها أو حجمها، تقاوم التشوه اللي يصير. مثلا من قلنا احنا اول صفة الليونة، انه هي مادة بسرعة تنمط وتنكبس وهيش يعني، وقلنا الصفة الثانية اللي هي الزجاج هش بسرعة ينكسر. القساوة هي لا الأولى ولا الثانية، هي وسط، ما تنمط وتنكبس بسهولة، يحتاج لها إجهاد عالي حتى تولد المطاوع، يحتاج لها إجهاد عالي على مود تتغير بصفاتها، يتغير شكلها وحجمها. ولا هي مثل المادة الهشة اللي تنكسر بسرعة وما توصل أصلا للتشوه الدائمي، لا، هي صفة وسط بين الصفتين. فهي صفة تقاوم التشوه، تحاول تقاوم التشوه اللي يصير، تحاول تقاوم التغير اللي يصير بشكلها وحجمها من نسلط عليها قوة خارجية. تحتاج إلى إجهاد عالي، يعني يحتاج إلى قوة خارجية قوية حتى تولد مطاوعة. احنا قلنا من نسلط قوة خارجية على مادة وتغير بشكلها وحجمها نقول المادة تمتلك إجهاد. فشنو تحتاج؟ تحتاج إجهاد عالي حتى تولد المطاوعة نفسها. قلنا المطاوعة هي مقياس للإجهاد، هي تقيس لنا كمية التغير اللي يصير بالشكل والحجم. فنحتاج إجهاد عالي على مود نقدر نقيس التشوه اللي يصير، لأن ما راح يطلع تشوه عندنا إذا للمادة القاسية، ما راح يطلع عندنا تشوه من نقيس مطاوعة إذا ما كان الإجهاد عالي. فهي مادة، خاصية المادة لمقاومة التشوه الذي يحصل في شكلها أو حجمها بتأثير القوى الخارجية فيها، وتحتاج إلى إجهاد عالي لتوليد المطاوعة نفسها، وتمتلك معامل مرونة عالي. احنا قلنا قبل شوية انه بصفة الصفة الثانية انه معامل المرونة هو اللي يحدد معامل المرونة. قلنا احنا كل مادة لها معامل مرونة يعني معين، كل مادة لها معامل مرونة، معامل يونك معين. حسب هذا المعامل اكو مادة معامل مرونتها قليل، فمثل المادة الهشة الزجاج اللي ينكسر بسهولة، واكو مادة معامل مرونتها عالي يعني بصعوبة يلا توصل لحد المرونة اللي يعني
تتغير صفاتها بشكل دائم بصعوبة، فيكون معامل مرونتها عالي مثل الفولاذ. واحنا قلنا قبل شوية الفولاذ الحديد بأنواع، مثل قلنا الحديد الصلب بنسبة كربون قليلة، الفولاذ أيضا مصنوع من الحديد والفولاذ، يعني من عفوا من الحديد والكربون، الفولاذ بمادة الحديد أو بمادة الكربون وبأنواع حسب نسبة الكربون. فالفولاذ يحتوي على نسبة كربون عالية، فيكون مادة قاسية تتحمل القوة الخارجية ومو بسهولة أنه يتغير من صفاتها. مثل عندنا مثلا الأواني المصنوعة، الملاعق والأدوات اللي تكون مصنوعة من الفولاذ، تكون صعب أنه نغير بشكلها أو حجمها أو صفاتها الخارجية بتأثير القوة الخارجية اللي نسلطها. الصفة الرابعة من صفات المواد الصلبة هي المتانة. المتانة يعني شنو المتانة؟ المتانة المهندسين من يصنعون مبنى أو آلة يراجعون كافة البيانات اللي تخص المواد المستخدمة بالبناء، يسوون عليها اختبارات بحيث يحاولون يصنعون مادة تقاوم كافة الضغوط والقوى الخارجية المسلطة عليها بطريقة اقتصادية وسليمة. احنا قلنا الصفة الرابعة من صفات المواد الصلبة هي القساوة، اللي تقريبا تشبهها اذا تجون انتو تقروها تشبهها. ليش؟ لان المادة القاسية قلنا كل ما زيد قساوة المادة راح تقاوم القوة الخارجية، لكن قلنا تقاوم التشوه اللي يصير، يعني تشوه مؤقت تشوه دائمي. المتانة تقاوم القوة القاطعة، يعني القوة اللي تجي تقضى عليها وتنهيها فتقاومها المادة المتنة تقاومها. فدائما من هاي المواد يستخدموها بالبناءات، بالأجزاء الداخلية، بالمحركات، لأن شنو؟ لأن تكون معرضة لأي، مستعدة لأي قوة خارجية. فقانون المتانة عندنا هو القوة القاطعة على المساحة. هاي الصفة الرابعة من صفات المواد الصلبة. الصفة الخامسة هي الصلادة. ما هي الصلادة؟ بعض الاستخدامات يصير بها تماس بين قطعتين، يصير بها تماس قطعتين من يكونون فوق بعض، يصير بينهم تماس أو احتكاك، يسبب هذا التماس احتكاك، فالاحتكاك راح يسبب تشوه أو تآكل بين القطعتين. المادة الصلدة تكون تقاوم هذا التشوه، تقاوم التآكل. كل ما زاد الصلادة المادة كل ما راح تكون مقاومة للخدش. فمن أجل أريد أعرف الصلادة هي خاصية المادة على خدش مواد أخرى أو مقاومتها للخدش. عرفنا بالله السم مقاومتها للخدش شنو؟ زين شنو خدش مواد أخرى؟ كل ما زاد الصلادة المادة هي راح تخدش المادة الأقل منها بالصلادة. كل ما زاد الصلادة المادة راح تخدش المادة الأقل منها بالصلادة. مثلا من نخلي قطعتين فوق بعض يصير بينهم احتكاك، المادة اللي تكون صلادتها أعلى هي المادة اللي تخدش المادة الأقل منها بالصلادة. فهي خاصية المادة على خدش مواد أخرى أو مقاومتها للخدش، تقاوم الخدش، وكل ما كانت صلادتها عالية راح تخدش باقي المواد اللي تكون أقل منها بالصلادة. تقاس صلادة المادة بمقارنتها بصلادة 10 مواد، حيث أن كل مادة تخدش المادة الأقل منها في ترتيب الصلادة. عندنا المواد مرتبة في جدول من الأقل صلادة إلى الأعلى صلادة، وهي التلك، التشيبس، الكلسايت، الفولارايت، الأبتايت، الفلسبار، الكوارتز، التوباز، الياقوت، الماس. مرتبات من الأقل صلادة إلى الأعلى صلادة. الماس يكون أعلى صلادة بالجدول، هو يقدر يخدش 9 اللي قبله، الياقوت يخدش 8 القبله، التوباز يخدش 7 القبله، الكوارتز يخدش 6 القبله، وهكذا. كل مادة غير هاي المواد نقيسها بصلادة هاي المواد. مثلا من أجي أقول الطباشير إيش قص صلادته، أقارن بين هذني المادة. مثلا أقول أكبر من الشيبس، أكبر من الشيبس وأقل من الكلسايت، أقارنه بصلادة هذني المواد العشرة. أي مادة خارج هذني المواد العشرة أقارنها بصلادة هاي المواد. وأكو أجهزة وأدوات خاصة تقيس الصلادة للمادة. هذا نموذج عن الماس اللي هو يكون أعلى صلادة بين هذول العشرة. هاي الصفة الخامسة من صفات المادة الصلبة.
الصفة الأخيرة من صفات المادة الصلبة هي صفة العجز، هي خاصية المادة الصلبة على فقدان قوة تحملها تحت تأثير إجهاد خارجي. بمن يذكرنا هذا الحكي؟ يذكرنا إنه هاي الصفة نقيضة تماما لصفة ثانية اللي هي صفة المتانة، نقيضة تماما، عكسها تماما. المتانة تتحمل القوة الخارجية، مهما كانت تتحمل القوة الخارجية، تقاوم القوة القاطعة. العجز نهائيا، المادة اللي تمتلك صفة العجز نهائيا ما تتحمل تأثير إجهاد خارجي، راح تفقد قوة تحملها. المادة اللي بيها عجز كبير تفقد قوة تحملها تحت تأثير أي إجهاد خارجي. كل ما كان العجز أكبر، كل ما كانت المادة راح تفقد قوة تحملها بسرعة أسرع. إذن لهنا خلصنا الصفات الستة للمادة الصلبة. من يجي سؤال عدد الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة، عرفنا الخصائص اللي هي أولا الليونة، ثانيا الهشاشة، ثالثا القساوة، رابعا المتانة، خامسا الصلادة، سادسا وأخيرا العجز أو الفشل. لهنا إن شاء الله خلصنا الخصائص الميكانيكية للمادة الصلبة. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.